أقيم في بيت الزيارة لراهبات الوردية في دابوق احتفال صلاة بمناسبة اختتام الشهر المريم المخصص لإكرام أمنا مريم العذراء الكلية الطهارة. ابتدى الاحتفال بمسيرة حول الدير حاملين تمثال السيدة العذراء. تلاها صلاة المسبحة الوردية وتبعها أمسية تراتيل أحيتها جوقة مدرسة الراهبات الوردية بكل فرح وإيمان. ترأس الاحتفال قدس الأب شوقي بطريان بحضور عدد من راهبات الوردية وزوار الدير.